مكننة قطاع الزراعة اليوم يعني يعتبر خطوة هامة للنهوض بالقطاع الفلاحي، خاصة من حيث تحسين الإنتاجية، من حيث توفير الوقت والجهد يعني وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. لهذا سعت الدولة الجزائرية اليوم يعني للنهوض بهذا القطاع ومكننة هذا القطاع إلى عدة استراتيجيات من خلال سياستها الرشيدة. من بين هذه السياسات اعتمدت على سياسة الدعم الفلاحي. فاليوم الدولة الجزائرية تقدم الدعم الفلاحي لكل حامل بطاقة فلاح تتوفر فيه الشروط. الدعم هذا كاين عندنا دعم في آلات الفلاحة اللي تقدم فيه الدولة 30% من السعر الحقيقي لآلات الفلاحة. يعني اليوم إلى فلاح حب يقتني آلة سعرها 100 مليون فالدولة تقدم 30 مليون منها، كذلك 40% لأصحاب التعاونيات الفلاحية يعني أصحاب الشراكة. كذلك في مجال الجرارات الدولة تقدم 30-40% لكن من السعر المرجعي وليس السعر الحقيقي. يعني مثلا في الجرارات إذا كان مثلا السعر تاعها 400 مليون هي مثلا تقدم 30% مثلا من سعر 200 مليون يعني 71 مليون في مجال الجرارات. كذلك الدولة اليوم في آلات الحصاد اختصت ببرنامجين، البرنامج الأول وهو برنامج دعم لاقتناء آلة جديدة وتقدم فيه 40-50% من سعر آلة الحصاد بالإضافة إلى الإعفاء من الضريبة. كذلك هناك برنامج ثاني، والبرنامج الثاني هذا هو برنامج لأصحاب الماكينات القديمة المستعملة. يعني اليوم إذا عندك ماكينة قديمة تستطيع أن تقوم يعني أن تقوم بتجديدها في إطار هذا البرنامج. يعني تدفع الدولة تقوم بدعم من 60-70% يعني تدفع تلك الماكينة والدولة تقوم بدعم 60-70% من هذا، حيث 10% يمثل سعر الماكينة القديمة.